يجد الاتحاد الأوروبي نفسه مقيداً بتحدي متكرر الهجرة. وقد أصبحت تونس الدولة الواقعة على عتبة أوروبا الجنوبية نقطة محورية. ففي يوليو تموز من عام 2023 تم توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد الأوروبي وتونس. وقد أثار هذا الاتفاق الذي يهدف إلى الحد من الهجرة غير الشرعية جدلاً واسعاً. والآن يصل وفد من المفوضية الأوروبية إلى تونس لتقييم تنفيذ هذا الاتفاق، غير أن زيارتهم قوبلت بدعوات لوقف العمل بالاتفاق. تركز المذكرة على 5 مجالات رئيسية، أبرزها الهجرة غير الشرعية. ويسعى الاتحاد الأوروبي الذي يواجه ضغوطاً داخلية بشأن الهجرة إلى وقف تدفق الأشخاص الذين يصلون إلى شواطئه. وتصبح تونس التي تكافح تحدياتها الاقتصادية والاجتماعية شريكاً حاسماً في هذا المسعى. ولكن بأي ثمن؟ يجادل المنتقدون بأن الاتفاق يحول تونس إلى حارس حدود أوروبا، ويزعمون أن التركيز على مراقبة الحدود يلقي بظلاله على حقوق الإنسان للمهاجرين، ويقولون إن الاتفاق يعطي الأولوية لمخاوف أوروبا على حساب رفاهية الأفراد المعرضين للخطر. لقد تمهد الطريق لصدام بين المصلحة السياسية والمكونسرنز الإنسانية. أصدر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهو منظمة بارزة في مجال حقوق الإنسان، انتقاداً لاذعاً لاتفاق الهجرة بين الاتحاد الأوروبي وتونس. ويدين بيانهم الذي صدر تزامناً مع زيارة الوفد الأوروبي الخسائر البشرية للاتفاق. ويتهم المنتدى الاتحاد الأوروبي بالنفاق، مدعياً أن الاتحاد يعطي الأولوية لأمن الحدود على حساب حقوق وكرامة المهاجرين. ويجادل المنتدى بأن الاتفاق قد حول تونس إلى مقدم خدمات لمراقبة الحدود الأوروبية. ويسلطون الضوء على محنة المهاجرين العالقين في تونس، والذين غالباً ما يواجهون ظروفاً صعبة وإمكانية محدودة للحصول على الخدمات الأساسية. وتزعم المنظمة أن الاتفاق يفاقم من معاناة هؤلاء الأفراد ويحول أملهم في حياة أفضل إلى كابوس. علاوة على ذلك، ينتقد المنتدى مراقبة الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الاتفاق، ويجادلون بأن التركيز ينصب فقط على تدابير مراقبة الحدود مع إهمال الآثار المترتبة على حقوق الإنسان. ويقولون إن هذا يظهر أولويات الاتحاد الأوروبي الحقيقية، تأمين حدوده بأي ثمن. إن إدانة المنتدى للاتفاق تؤجج نيران المعارضة المتزايدة. لقد خلف اتفاق الهجرة بين الاتحاد الأوروبي وتونس، على الرغم من تقديمه كجهد تعاوني، عواقب وخيمة على كل من المهاجرين والمجتمعات المحلية في تونس. فقد أدى تركيز الاتفاق على مراقبة الحدود إلى زيادة عمليات الاعتراض في البحر وإعادة الدفع المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا. وقد أدى ذلك إلى ترك المهاجرين عالقين في تونس، وغالباً ما يكونون في ظروف محفوفة بالمخاطر وغير إنسانية. وقد وردت تقارير عن احتجاز مهاجرين تعسفياً، وحرمانهم من الحصول على المساعدة القانونية، وتعرضهم لسوء المعاملة. وقد اتهمت السلطات التونسية التي تتعرض لضغوط من الاتحاد الأوروبي للحد من تدفقات الهجرة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. ويجادل المنتقدون بأن الاتفاق قد خلق مناخاً من الخوف واليأس بين المهاجرين، ودفعهم إلى الظل بشكل أكبر. علاوة على ذلك، كان للاتفاق تأثير مضاعف على المجتمعات المحلية في تونس. فالمدن الساحلية التي تعاني بالفعل من صعوبات اقتصادية تتحمل الآن وطأة أزمة الهجرة. وقد أصبحت الموارد شحيحة، والتوترات الاجتماعية آخذ في الازدياد مع تنامي الاستياء من المهاجرين ودور الاتحاد الأوروبي في محنتهم. القسم الرابع، البحث عن بدائل والمطالبة بالعدالة. في مواجهة الانتقادات المتزايدة،
يدعو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنظمات حقوق الإنسان الأخرى إلى تحول جذري في نهج الاتحاد الأوروبي تجاه الهجرة، ويجادلون بأن التركيز الحالي على مراقبة الحدود غير مستدام ويأتي بنتائج عكسية. وبدلاً من ذلك، فإنهم يدعون إلى اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان يعطي الأولوية لحماية حقوق المهاجرين ويعالج الأسباب الجذرية للهجرة. يدعو المنتدى الاتحاد الأوروبي إلى الاستثمار في مشاريع التنمية المستدامة في بلدان المنشأ ومعالجة قضايا مثل الفقر وعدم المساواة والصراعات التي تدفع الناس إلى الهجرة. ويحثون الاتحاد الأوروبي على توسيع المسارات الآمنة والقانونية للهجرة، مثل برامج لم شمل الأسر وتأشيرات الدخول لأسباب إنسانية لتوفير بدائل للرحلات غير الشرعية الخطيرة. علاوة على ذلك، يطالب المنتدى الاتحاد الأوروبي بالوفاء بالتزاماته الدولية بحماية طالبي اللجوء واللاجئين، ويدعون إلى وضع حد لإعادة دفع المهاجرين في البحر واحتجازهم تعسفيا. وبدلا من ذلك، يحثون الاتحاد الأوروبي على العمل مع تونس ودول العبور الأخرى لإنشاء إجراءات لجوء عادلة وفعالة وضمان حصول المهاجرين على الخدمات الأساسية والمساعدة القانونية. القسم الخامس، تعزيز الكرامة الإنسانية في سياسات الهجرة. تثير سياسات الهجرة التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي كما هي متجسدة في الاتفاق مع تونس تساؤلات جوهرية حول التزام الاتحاد بحقوق الإنسان والكرامة. ويجادل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ونقاد آخرون بأن النهج الحالي مدفوع بالخوف وكراهية الأجانب، ويعطي الأولوية لأمن الحدود على حساب رفاهية الأفراد المعرضين للخطر. ويزعمون أن تركيز الاتحاد الأوروبي على إبعاد حدوده هو تركيز قصير النظر ويأتي بنتائج عكسية، فمن خلال نقل مسؤولية إدارة الهجرة إلى دول العبور مثل تونس يقوم الاتحاد الأوروبي فعلياً بالاستعانة بمصادر خارجية لالتزاماته الإنسانية. ويجادلون بأن هذا النهج يقوض مصداقية الاتحاد الأوروبي كمدافع عن حقوق الإنسان ويقوض القيم التي تأسس عليها الاتحاد. يدعو المنتدى إلى تحول جذري في سياسات الهجرة التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي، ويحث الاتحاد على تبني نهج أكثر إنسانية وتعاطفا. ويجادلون بأنه يجب النظر إلى الهجرة على أنها فرصة وليست تهديدا، وأنه يجب معاملة المهاجرين بكرامة واحترام. القسم السادس، دعوة إلى التحرك، تحويل الخطاب من السيطرة إلى التعاون. تمثل زيارة وفد المفوضية الأوروبية إلى تونس فرصة حاسمة للاتحاد الأوروبي لإعادة تقييم سياساته في مجال الهجرة وللشروع في حوار حقيقي مع تونس وشركاء آخرين. وينبغي أن يكون انتقاد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لاتفاق الهجرة بين الاتحاد الأوروبي وتونس بمثابة نداء إيقاظ يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى نهج أكثر إنسانية وفعالية. يجب على الاتحاد الأوروبي أن يتجاوز تركيزه الحالي على مراقبة الحدود، وأن يتبنى استراتيجية شاملة تعالج الأسباب الجذرية للهجرة وتوسع المسارات الآمنة والقانونية وتحافظ على حقوق وكرامة جميع المهاجرين. وهذا يتطلب تحولاً في الخطاب من خطاب الخوف والسيطرة إلى خطاب التعاون وتقاسم المسؤولية. ويجب على الاتحاد الأوروبي أن يعمل في شراكة مع بلدان المنشأ والعبور والمقصد لوضع حلول مستدامة تعود بالنفع على الجميع، ويشمل ذلك الاستثمار في التنمية وتعزيز السلام والأمن ومكافحة تغير المناخ. كما يتطلب الأمر معالجة الأسباب الجذرية للنزوح القسري مثل الاضطهاد والصراعات وانتهاكات حقوق الإنسان.